عليكم ورجعنا لكم في حلقة جديدة من سلسلة Objection Your Honor. في نقاش بين الاثنين عن أفضل أنمي سحري كان لكل واحد منهم رأيه، فقررنا نجيكم الحلقة هذه Objection. لكن في معايير معينة حطيناها. أول شيء إنه يكون الأنمي بيور سحر، ما يكون سحر أشياء أخرى أو مشكل ما بين سحر وأشياء آخر مثل الخيميائي المعدني ناناتسو، نستبعده لأنه ما أحد فيهم يقدر يستدل به في الأوبجكشن هذا، لأنه سحر وأشياء أخرى مثل برضو فيت ستي نايت، بداية السحر بعدين تدخل أشياء أخرى، فشلناها هذه. شرطت عليهم أنهم يعطوني أفضل أنمي معتمد بيور بيور على سحر مهو ماجيك. أيوة، فماجد ادعى أن أفضل أنمي في هالمجال هو بلاك كلافر، بينما بوهيم يرى فيري تيل. انا تورط، انا احب اثنين. كلنا نحب اثنين ترى، كلنا طبعا نحب اثنين، بس انا كقاضي الحين يعني. فعلى فكره مو معنى ان واحد منهم اسوأ من الثاني، لا، احنا نتكلم منهم الافضل ذا توب، يعني كلاهما جيدين جدا ولكن او ممتازين جدا، ولكن واحد منهم يقول ذا افضل وهذا يقول افضل، فنتناقش ونشوف. والحين عقب ما وضحنا لكم كل شيء خلونا نبدا. طبعا يبي يفهم اكثر عن هالنقاط وغيرها يتناقش معنا، احنا موجودين في حفل جده، حفل انمي اوتاكا. نعم نعم، في التحليه، شارع التحليه، في مجمع التحليه التجاري، تعالوا هناك خلونا نشوفكم ونتناقش وياكم في الموضوع هذا عشان تقنعون ماجد. يعني لا احد يقنع احد، كل الاراء منطقيه، ما نبغى احد يقنعنا، احنا راضين بما سنصل اليه. اللي يبغى يعترض عنده التصويت، لذلك خلونا نبدأ. تفضل ماجد، قل لي ليش بلاك كلافر أفضل. سيادة القاضي، سيادة المحلفين، أنا أحب دائما وأبدا في نظام الأنمي أني أشوف البطل زيرو تو هيرو، وهذا الشيء اللي دائما دائما يخليني أتعلق في الأنمي، سواء إبو سلام دانك وغيره من الأنميات الكثيرة أنا عرضته. البطل يبدأ من الصفر، ضعيف ما عنده أي قوة، ويبدأ يرتفع شوي 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 شوي، يتدرب وبالتدريب يوصل لأعلى قوة ممكنة. فهذه الشغلة صراحة بالنسبة لي تخليني أفضل أنمي بلاك كلافر على أنمي فيري تيل، اللي ناتسو من البداية أوريدي قوي قوي جدا، ما هو أقوى شخصية طبعا بس جميل لك يا قوي، بينما أستا من أول حلقة قاعد ينجلد مسكين، بعدين تطلع عند القوة هذا اللي دائما متعودين عليه، ويبدأ عاد يتدرب على ما يستخدم هذه القوة ويتطور. يعني بصراحة سرد القصة وتصاعد حماس القصة بالنسبة لي في بلاك كلافر أفضل من فيري تيل. والله نقطة حلوة، نقطة زيرو تو هيرو هذه عجبتني صراحة. فخل نسمع ردك يا سيد إبراهيم. بالنسبة لي أنا أفضل أنمي فيري تيل، ليش؟ لعدة أسباب. الأولى منها الرسم، دائما بالتحريك في القتال انمي فيري تيل يتفوق على انميات كثيره، مو بس انمي بلاك كلافر. ايضا عندك في انمي فيري تيل الساوند تراك حقه برضو من الانميات اللي دائما تحمسك في الساوند تراك، لا احد يقول لي ولا احد يختلف معي في هذه النقطه، لما يصير في قتال، لما يصير في حماس، مستوى اخر. ايضا انمي فيري تيل في الكوميديا من الانميات اللي تتفوق وبقوه. اوبجكشن يور اونر. اوبجكشن من ماجد ابراهيم في 29 ثانيه. شنو الاوبجكشن يا ماجد؟ سمعنا. مع كامل حبي واحترامي لفيري تيل، انا اشوف انمي بلاك كلافر المستوى الكوميديا فيه متنوع من كل الشخصيات، وابدع فيه الكاتب بشكل افضل من ناناتسو اللي ما اشوف فيه شخصيات كوميديه الا هابي وناتسو فقط. اما هذا كل الشخصيات، حتى يونو المنافس حقه يفقعني من الضحك، الكابتن حقه يفقعني من الضحك، ما في ولا شخصيه في بلاك كلافر، حتى العدو الاخير ميلجن ليزر هذا اللي ظهر برضه يفقعني من الضحك في كل حلقه، والدليل على ذلك اللايف رياكشن حقه، انت ما تشوف الا قاعدين نضحك طول الحلقه. في الكوميديا انا بتفق معه النقطتين الاولى، ولكن في الكوميديا بلاك كلافر افضل. طبعا ماجد يشوف ان بلاك كلافر افضل من ناتسو في الكوميديا، فايش ودك يا ابراهيم؟ واش احنا نتكلم عن انمي فيري تيل، مو نتكلم عن ناناتسو، وما ادري ليش وقاعد يقول ناناتسو. هذه النقطه الاولى، فحين فهذا النقطه الاولى يعني من جد، يعني ما ادش دخل ناناتسو في الموضوع، لكن احنا بنتكلم عن فيري تيل في نقطه فيري تيل نفسها اساسا. انت لما تشوف في فيري تيل بالذات وقت اللي يكونون الجماعه في النقابه حقتهم،
وأساسا صدقني أنا مستعد أبصم لك بالعشرة أن كاتب بلاك كلافر مستوحي فكرة النقابة وذي من أنمي فيريتين نفسه، والضحك والنكت اللي تصير في الأنمي حق بلاك كلافر أساسا ما أخذها من فيريتين. بتشوف لو تشوفه وتتابع أنمي فيريتين وتتابع من بلاك كلافر بتعرف أن هذا الشيء مأخوذ من أنمي فيريتين، ونفس الفكرة هذه مأخوذ من فيريتين. الحشيش اللي يصير في النقابة، الضحك، الهرجة، هذه كلها صدقني أنا بعد ما شفت أنمي بلاك كلافر وشايف الأنميين أقول لك أن هذه نسخة من أنمي فيريتين. طيب رضي بحكمك يا قاضي، ادري انك منتكب علي بس رضي والله باللي صح. تبوني ارد على هالنقطه يعني؟ لا احكم عادي رد. في تعادل بينكم في الاوبجكشن هذا، لان ماجد تكلم ان الكوميديا في فيري تيل مقتصه على ناتسو وهبي، فهو اخطا في الاسم عشان كذا خذ اكس. لما تعترض على شيء اعترض صح. طيب لكن انت رد يا ابوي متحول الى نقطه اخرى، ان بدل الدافع في فيري تيل هاجمت بلاك كلوفر، كما أظن أنك تقول الكوميديا ليست مقتصرة على ناتسو هابي، فنروح لنقطتكم. طيب الحين تفضل يا ماجد. زيادة القاضي، الزميل هنا قال أن الأنمي مقتبس. كلنا نعرف أن الأنميات كلهم يقتبسون من بعض، هذا الشيء عادي جدا وتكلمنا فيه أكثر من مرة من قبل، مو بعيب ولا بغلط. أوبجكشن من إبراهيم، تفضل. سيد القاضي، انا ما اعترضت ان انمي بلاك كلافر ليش اقتبس من انمي فيري تيل، انا كنت اوضح له وجهه نظري فقط في نقطه معينه، فلا يستخدم هذا الشيء ضدي. تفضل يا ماجد، شنو ردك؟ سيد القاضي هو كان يقول ان اقتباس، ما دام ان بلاك كلافر اقتبس من هذا فالكوميديا في الاساس موجوده في فيري تيل، اللي انا كنت ابي اوضح الحين بس ما اعطاني فرصه اكمل كلامي، فالحين بكمله واقوله الاهم انك تقتبس افضل، انك ما تخلي الكوميديا مقتصر على النقابه، وانما تكون على كل الشخصيات حتى الشريرة منها تخليك تضحك. فهذا اللي أنا كنت بوصل له، بس هو ما أعطاني فرصة وأعطاني objection. أنا أقدر رد عليه في objection عندي دقيقة كاملة أكمل نقطتي اللي كنت بوضحها. من وجهة نظري بلاك كلافر اقتبس من كثير من الأنميات وتفوق على أغلب الأنميات اللي اقتبس منها، يعني يقتبس منهم شيء ويطوره ويطلع عليه أفضل، وهذا أفضل طريقة للاقتباس. إذا بتأخذ من أحد شيء طوره وطلع عليه بشكل أفضل مما كان هناك. ففي الكوميديا وفي غير الكوميديا، حتى نظام النقابات من وجهة نظري هذا سواها فرق وكباتن ونقاط وكل واحد منهم له نجوم وكذا، فأشوف النظام هذا أفضل من فيريتي. طيب أوبجكشن إبراهيم كان يقول أنا ما اعترضت على وجود الاقتباس، فلا تقولني شيء أنا ما قلته. ماجد بدل لا يعتذر لما أعطيته فرصة تراد، لأنه كانت محسوبة النقطة لإبراهيم، فالمفروض ماجد يعتذر أنه أخطأ أو يصر أنه كان معاه حق، واحدة من الثنتين. ماجد أصرني يكمل نقطته واستغل موضوع انه يدفع الأوبجكشن انه ياخذ 50 دقيقة، معنا موضوعنا ما عنده الا 30 دقيقة، عشان كذا هذا تحايل على القضاء يا ماجد، انتبه تعيده. لذلك إبراهيم في النقطة هذه ياخذ نقطتين وليست نقطة واحدة، لأنك لا وديت وتحايلت، رحت كملت نقطتك وانت قلت انا بكمل نقطتي، لا تحايل على القضاء يا ماجد، ممنوع التحايل على القضاء. فنجي هنا يا نقطة ثانية كان ماجد يتكلم، فتفضل يا إبراهيم. يعجبني انا في انمي فيري تيل ايضا السالفة اللي هو الحروب الناشبة بين النقابات، يعجبني في فيري تيل ايضا وجود التنانين مثلا والدراغون سلاير، هذه القوة اللي موجودة. اوبجكشن يور اونر. اوبجكشن الماجد. الحروب اللي بين النقابات موجودة في بلاك كلافر، ولكنها حروب بين دول وليست نقابات، يعني هذه نقابة هنا وهذيك نقابة هنا نفس الشيء، بس هذه فرق وليست نقابات زي الجيش حق كل دولة، فنفس النظام هذا موجود، نفس النظام هذا موجود هنا. وإذا بتتكلم على النقابات السوداء فموجود هنا أيضا، المنظمات السوداء اللي شفنا منها حتى الآن تو بداية الأنمي عين منتصف الليل. وبالنسبة للتنين حاليا شفنا السري ما هو حق، فأنا موجود تنين سلاير تنين ناري، فممكن تظهر حتى مخلوقات أكثر قدام، فهذا الشيء ما ينقص من قدر بلاك كلافر، موجود الشيء اللي موجود هنا موجود هنا. سيد القاضي، أول شيء يعني أنا ما خلاني أكمل نقطتي، لما بكمل نقطتي كنت بقول له أنه في الجزء الثاني أو الثالث حاليا ينزل فيري تيل في حرب بين قارة وقارة اللي هو ما وصل لحتى، فقاعد يحكم على هذا الشيء، فهذا موجود حتى شيء أكبر قارات، مو بس حتى دول زي ما يقول، لا في قارات. وبالنسبة يقول لي مساء أنه يعني إحنا تونا بداية الأنمي، هذا مو مشكلتي، هذا مشكلتك أنت، أنا الأنمي حقي ماشي قدام زي كذا، هو عجبني أنا شفت منه حاجات كثيرة، إذا الأنمي حقك ما جاب حاجات كثيرة هذا مشكلتك أنت مو مشكلتي أنا، ما أحكم على شيء ما طلع لي لسه قدام، فما راح أدخله في هذا الموضوع. كلمة واحدة وزنت الكفة بالنسبة لإبراهيم، لما لأن ماجد يقول لك أنت قلت لي حروب نقابات موجودة في بلاك كلافر، تنانين موجودة في بلاك كلافر، وبلاك كلافر تو بادي فما بالك، فإبراهيم قال كلمة واحدة وزنت، قال الجزء الثاني من فيري تيل دخل حروب قارات وليست حروب دول، حروب قارات، يعني هذا شيء
رفع الكفة أكثر، لكن كونه توه بادي مش ذنبي، هذا لا مو بذنب أحد. كونه انتهى ما انتهى هذا اللي يصير ذنبك مو ذنبك، إنه كان يمديك تنهي الأنمي حقك وما نهيته، لكن هذا توه بادي، هذا وصل الجزء الثاني طبعا، اثنين وما انتهوا فهم في كفة واحدة، فلذلك في النقطة هذه اثنينكم متعادلين. ماجد تفضل. سيادة القاضي، أحد الأشياء برضو اللي تعجبني في أنمي بلاك كلوفر وتخليه متفوق بالنسبة لي على أنمي فيري تيل، الرتب، الرتب العسكري اللي موجودة، أنك تتصاعد في رتبتك حب 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 حب، هذه ما شفناها موجودة في فيري تيل. يعني النقاة موجودة في أس في رتب كذا، بس مو بطريقة الترتيب العسكري اللي كانك فعلا في جيش، وظهور القادة السبعة عند مدينة عند دولة كلوفر، والامبراطور السحر اللي هو هدف الشخصية، بينما هناك في أستم يعني هل هو بيصير رئيس النقابة ما توضح شنو هدفه بالضبط، هنا هدفه واضح، وجود المنافس اللي هو يونو، ومنافس قوي مو على العكس هناك في يعني المنافس حقه عنده كلوفر أسطوري أبو أربع البرسيم أبو أربع أبجكشن أبجكشن من أبايم. سيد القاضي، بالنسبة للرتب فهي موجودة في أنمي فيري تيل، وفي ساحر من المستوى هذا وإس، ولما توصل ذا بعد توصل القديسين العشرة، بعد توصل مسويات كثيرة في أنمي فيري تيل، فهذا شيء منتهي منه. المنافس بتقولي إن جريم بعد ما يعتبر منافس قوي حق ناتسو، معليش مع احترامي لكن أنت ما تفهم في فيري تيل. والله شوف، المفروض ما لك حق رد، المفروض أسكتك، بس دام قال لك ما تفهم فمن حقك ترد، لأن صراحة إبراهيم لا يحق لك أن تقول ذلك، فمن حقه يرد عليك، ولكن والله لو أنك ما قلت هالكلمة الأخيرة كان حطيت لك صح الحين. أيوة ماجد. سيد القاضي، أنا قلت من البداية أنا أدري أنه في موجود في فيري تيل الرتب، ولكن مش مشروحة واضحة وضوح بين من البداية زي ما هذه موجودة. يعني بداية الأنمي أعطاك الرتب وأنت رتبتك إيش وكيف تترقى حبة حبة، وكيف أن المنافس حقه يترقى. جري منافس، نعم ما حد يقدر ينكر ذا الشيء، ولكن بداية الأنمي كنا نشوف ناتسو هو اللي دائما ينتصر، هو اللي متفوق، بينما في الأنمي لا، تشوف دائما يونو هو اللي قدام وناتسو اللي قاعد أو أستا اللي قاعد يلحق فيه، وليس العكس. هذا اللي أنا أقصده بوجود المنافس الأقوى، المنافس هنا أقوى، هذا عنده سيري ما هو عنده نوع سحر الرياح، عند الكلوفر حقه، وفي أقوى فرقة سحر موجود حاليا هذا معاه في نفس الفرقة، ودائما ناتسو يكون دائما هو اللي متفوق، اللي ينقذ الجلد في نهاية كل حلقة، مش جري. جري يسوي إنجاز وقوي، ولكن مش بقوة ناتسو. يا أخي أستو ناتسو شابهون الموصف ده الكلام، أنت ما في قصدي. جري قريب من ناتسو، بينما يونو دائما يجيب لك اياه متفوق على أستا، وأستا اللي دائما يلحق. في النقطه هذه للاسف ابراهيم تفوق عليك يا ماجد، وانا هشرح لكم ليش. اولا ماجد يقول ان من بدايه الانمي يونو متفوق على أستا، وهذا غير صحيح. من البدايه أستا هو اللي انقذ يونو، ومبدا ان ناتسو هو اللي دائما ينهي الاحداث، أستا دائما اللي ينهي الاحداث، يونو ممكن مره او مرتين، حتى في اللقاء ضد ماوس اللي انقذهم أستا، فاثنينهم متشابه. مبدا جري وناتسو، جري عنده ديمون سلاير وناتسو ديمون، فالند الحقيقي لناتسو هو جري، فالتشابه ما بينهم رايفل موجوده في اثنين. وبالنسبه لرتب، من بدايه شريحه رتب في فيري تيل مثل ما في البدايه شريحه بالضبط في بلاك كلوفر، اثنينهم شرحوا مؤسساتهم العسكريه صح من البدايه اثنينهم، واثنينهم اعطاكم كل شيء على ميه بيضاء زي ما يقولون، فالانميين اثنينهم مميزين في هالنقطه. فهنا يروح برضو الماجد نقطه في الاوبجكشن حقه، في رد قصدي في الأوبجكشن، فعلا اثنينهم مميزين، ما حد فيهم تفوق على الثاني. سيد القاضي، بالنسبة لفيري تيل برضو اللي يعجبني فيه يعني التنوع في الأركات اللي تصير بين أرك وأرك، يعني شفنا من قبل الحدث تقول يمكن هذا أقوى شيء، فجأة يطلع لك حدث التنانين، فجأة بعد ما يخلص التنانين يطلع لك المسابقة الكبرى اللي كانت فيها فيري تيل في الأخير، فجأة شفتها قلبت الموازين كلها، العالم لدولاس اللي طلع من اللي فوق في السماء، عندك برضو اوبجكشن اوبجكشن من ماجد. سيد القاضي، هذا التصاعد ايضا موجود في بلاك كلوفر، بس كون ان الانمي لسه في بدايته ما يعني انه ما راح يظهر قدام، هذا واحد. اثنين، اوريدي على اللي ظهر، لو بنقيس اذا تبي قياس عادل، قيس اول 50 حلقه من ناتسو فيري تيل في مواجهات اول 50 حلقه من بلاك كلوفر، وشوف مستوى التصعيد، راح تشوف ان مستوى التصعيد في بلاك كلوفر اسرع واكبر واقوى حتى من فيري تيل. يعني في اول 50 حلقه ما ظهر لنا دارك جيلد في فيري تيل والاشياء هذه، لا كانوا يتقاتلون بين النقابات حتى الان، ما بعد يبدا
الجام لين مينا طلع لك منتصف عين الشمس وطلع لك شغلات جدا 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 قوية. يعني من بداية السيري ماهو مملكة المشعوذات الممالك الأخرى حتى لما ظهرت لنا مملكة دايموند باقي مملكات ثانية ما بعد تظهر طلعها موجودة. ففي حروب وفي شغلات قدام جاية أكيد أقوى من كذا بكثير. ماجد يقول لك من ناحية التنوع والتصعيد لو يعني هذا توا بادي وفيري تيل صالفتها بدأ هذه بسكتك فيها يا ماجد. إحنا قلنا ما لنا شغل منه اللي توا بادي فمن الحين معيش هذه نقطة مو مشكلة. أنت اخترت أنمي توا بادي هذه مشكلتك أنت اللي واهنت على أنمي توا بادي. يعني مبهيم ما أجبرك تواهن على بلاك كلابر كنت تقدر تواهن على أنمي سحري ثاني. فدام كانت على بلاك كلابر وتوا بادي السلبية هذه مو محسوبة لك. مبهيم له حقوق طبعا وكنت حريص لأن يمكن نقطة تنقلب عليك لأن صاحة ضرب نقطة قوية. أول 50 حلقة من بلاك كلابر شفنا الدارك نقابة داوك زي منتصف عين الشمس وشفنا أيضا تنوع في الأحداث وصار فيها يعني اختبارات وما إلى ذلك. فما هو ردك يا إبراهيم؟ ردت على النقطة الأولى فما يحتاج أن أتكلم عنها سالفة الله 50 وهذا ما لي ذنب أنا فيه. أنت اللي رحنت على الأنمي زي ما قال محمد. بالنسبة للبداية يعني إحنا شفنا أول آرك وكان جد جد يعني مولع ونار في أنمي فيري تيل اللي كان ضد النقابة اللي صار ضرب بين نقابتين. صراحه الناس اسم النقابه الثانيه ثاني ذكر اللي جه ساعدني القاضي في اسم النقابه اسم النقابه يا قاضي اللي تضاربوا معهم شو اسمه هو اخطا وما صلحت له ابي اسم النقابه بس لا تضيع وقتك لا تضيع وقتك هو اخطا وما صلحت النقابه تضاربوا معها. كان القتال بينهم شرس وعنيف جدا وحماسي. راح شوف يمكن انا اذا هو قال 50 حلقه انا اقول لك راح شوف اول 20 حلقه من فيري تيل وقارنها باول 20 حلقه بانمي بلاك كلافر وشوف الفرق بينهم تعال تكلم معي. إبراهيم برضو عليك خطأ أنك تنسى اسم النقابة وتحدني اللي أنا عاد صلح لك خلاص انسى وامش امش. المقارنة بأول 20 حلقة من فيري تيل مع أول 20 حلقة من بلاك كلافر اعتذر يتفوق فيري تيل لأن تصاعد الأحداث راح نتكلم عن تنوع الأحداث وتصاعدها الحين في النقطة هذه. ففيري تيل يتفوق في النقطة هذه في التنوع. بلاك كلافر كان منافس صراحة مع أن أنمي توا في بدايته كان منافس في النقطة هذه أيضا. سيد القاضي في هذه النقطة حساسة جدا وأتمنى تسمعوني بأذان صاغية. أنا ما نبقى قاعد أنتقد موازين القوة في الأنميين. أنا قاعد أوضح أن موازين القوة في بلاك كلافر في بدايتها كانت واضحة أكثر من فيري تيل. فيري تيل قدام وضح وصرح أن موازين القوة مضبوطة ولكن في البداية يبدو لك فيها لخبطة. ليش كذا ليش كذا ليش فجأة أستا يتفوق ليش أستا يتفوق بقوة الصداقة ليش أستا يتفوق. Objection. شوف سيد القاضي إذا كان حتى الأنمي ما بعد ينتهي وإذا ليه ما ينتهي الأنمي موضح لك موازين القوة هنا أنت تحكم أن الأنمي هذا مو كويس أو معادل. إذا دام أنه وضح ومع ذلك على فكرة هو موضح موازين القوة من البداية بس في بعض النقاط كانوا خليها من باب ذا وإذا كان راسمها ووضحها لك فيما بعد أنه كان خاطط لها من البداية فهذا شيء ما يحسب إلا عيب لا العكس أنا أشوفها ميزة له وقوية جدا بالنسبة لي. بالنسبة لإبراهيم يقول لك طالما الأنمي ما انتهى فما يحق لك تحكم أنه وضح ولا ما وضح. ما انتهى الأنمي وطالما نحط لك تلميحات عدل طالما نحط لك تلميحات فهذا قوة للأنمي موازين القوة إنه ما شاف من البداية قاعد يلمح لك ويأخذك فيها حبة حبة. فشنها ردك يا ماجد؟ سيد القاضي أنا قلت من البداية أتمنى أنك تسمعني إلى الأخير وما خلاني أسمع شوف الحين أقدر أتكلم براحتي على الآخر الدقيقة. اللي أنا أقصده من البداية إن لم تشرح من البداية خل كان فيه غموض إيحاء للكل إن ناتسو يتفوق بس بقوة الصداقة. أنا أعرف ومتأكد واللي يشوف حلقة محمد لنزل الأخير راح يعرف يتأكد إنه ما في سالفة قوة الصداقة لا فعلا موجودة ولكن في البداية الكل انخدع بهذا الشيء بسبب إن الكاتب حاط لك كل شيء بين السطور اقرأ بين السطور ركز وارجع بعدين ركز وارجع بعدين تقدر تفهمها. ولكن هذه قد يشوفها البعض ميزة وقد البعض يشوفها نقطة ضعف. في بلاك كفر هذه مش موجودة مبين من البداية موازين القوة نقدر نعرف إنه مستحيل هذا الشخص يفوز على هذا الشخص نقدر نعرف إن هذا الشخص مستحيل يفوز على هذا الشخص. وأستا ما كان يقدر يفوز على كل الأعداء كان دائما يحتاج مساعدة كان دائما يحتاج بعض تدخل الكابتن حق عشان ينقذه من المواقف اللي مثل فيتو يوم انه تفجر بكامل قوته. طيب للمرة الأخرى ماجد يجي في روح العيد ما رد على إبراهيم في النقطة حقتها وأصر إنه يكمل نقطته اللي إبراهيم سكته فيها واللي المفروض ماجد يبقى له بس فيها 30 ثانية فكان المفروض يقول ماجد خلاص احكم له خلنا أكمل نقطتي 30 ثانية بدل لا ياخذ 50 ثانية ماجد أو يرد عليه يا ترد عليها يا انك تكمل. اما انك تتحايل تاخذ 20 دقيقه ثانيه زياده هذا صراحه غش هذا غش.
يا انك تقول انا قبلت بالاوبجكشن حقه وتكمل 30 ثانية او ترد على نقطته. انا رديت على نقطته. ما رديت انت صويت قلت هو ما خلاني اكمل ففوصلي اكمل الحين. اي ما هو هو احنا قلنا الذكاء لا الذكاء الاوبجكشن ما يخليك تكمل نقطتك ويحدك تغير الموضوع. هذا الذكاء الاوبجكشن. لكن احنا يوم اصك هذيك يوم ثلاثة اوبجكشن في نقطة واحدة هو غلط فيها. ما خليت اكمل نقطتك. قلت له مشكلتك وهو صار محامي ذكي وصكك قبل تكمل نقطتك وهجك. فانت اما تقبل بالاوبجكشن حقه تعطيه النقطة وتكمل 30 ثانية او ترد على نقطته. ننتقل الان الى المرافعة النهائية قبل اعطيكم رأي القضاء. تفضل سيد القاضي. انا ما اتكلم عن انفرتيل. انا اتكلم عن جميع النقاط مش نقطة معينة. كسحر يرضي يعني طموحي. انا شخص اشوفه انواع السحر اللي موجوده فيه برضو اللي هو سحر الثلج النار السيوف الارض الحديد وغيره الكثير بالكثير الدراغون سلاير التنانين اللي موجوده الرسم كرسم وتحريك بالامانه بيتفوق هذا الفريتيل فيها بشكل اسطوري ورهيب جدا. الساوند تراك التصاعد الاحداث كل ذي الحاجات شغلت بالنسبه لي تخلي فريتيل حاليا هو الافضل بالنسبه لي. مع اني ما اكره بلاك ليفر لكن اشوف انمي فريتيل افضل من هذه النواحي. وحتى في الفايت لما يصير في فايت صراحه برضه يحمسني بشكل مو طبيعي للامانه. تفضل ماجد موافقتك النهائيه. سيدي القاضي جمهورنا الحبيب انا ما نبقى اقول ان فريتيل سيء. بالعكس فريتيل انمي ممتاز جدا واستمتعنا فيه كلنا. بلاك ليفر بالنسبه لي كبدايه كبناء افضل. هذا اللي انا كنت اتكلم عنه. زميلي يتكلم عن انواع السحر موجوده كلها. سحر الضوء سحر الظلام سحر النار سحر كل اللي تبي الانواع موجوده بس ما بعد تظهر اساسا. اتوقع في انواع في بلاك ليفر ظهرت ما بعد ما ظهرت حتى هنا. موجود سحر الارواح موجود سحر الدارك ماجيك اللي موجود عند اسا والشيطاني عفوا سحر الشيطان اللي ما ادري الا موجود اكيد اغلبها موجود هناك بس برضه هذه موجوده واحنا لسه في البدايه يعني قدام تظهر انواع اكثر. فجميع انواع السحر راح تظهر واسلوب القتال فيه ممتع افضل بخصوص استخدام السيوف. اتكلم طبعا هناك موجود ارزا بس اتكلم ان البطل هنا يستخدم اسلوب السيوف ممتع جدا. عدم امتلاك البطل لسحر اساسا هذه ميزه تخلي شيء ممتع. كيف انه بدون سحر قاعد يهزم يفجر وجيه اللي مع اصحاب السحر الاقوياء اللي كلهم. فمن وجهه نظري اشوف ان البناء افضل. طيب الحين خلونا نحسب علامات مغلوطة يا سيد الخوف جدا. خلونا نحسب النقاط ونشوف حسب نقاط الأوبجكشن المحامين قبل لا أعطيكم رأيي النهائي وأرد عليهم. طيب ماجد 1-2 بعدين 3-4-5 ننقص منها 1-2-3-4-5 الستة هنا تم حسبتها بعد. إبراهيم 1-2-3-4-5-6 1-2-3-4-5-6-7-8-9 نخصم منها 1-2 في نقطة بعد 3 فست نقاط لإبراهيم. والله أنا أشوف يعني مو هو بعدل على ماجد إني خليته صفر لأسباب إنه يغلط في الكلمات لأنه غلط في اسم البطل كذا مرة غلط في اسم الأنمي كذا مرة. ف السحر يقول السحر الأسود ليه السحر الأسود فنشيلها شيطاني بعتذر منكم ف يامي عند السحر الأسود فصراحة بعتذر منكم. أنا كان موضحكم على ماجد بأخطاء الكثير يعني قاعد يدافع عن أنمي وتخطأ في الأسماء كقاضي المفروض ماجد يطلع مهزوم لكن الحين بتدخل فيها كأوتاكو. كأوتاكو مو مهم عندي تغلط في اسم الشخصية أو اسم الأنمي طالما أنك تعرف شو قاعد تتكلم عنه وانت عارف وش قاعد يتكلم عنه فهذا مو مهم. فهنا أكون معكم صريح النقاط بالتعادل لولا نقطة أخطأ فيها ماجد من ناحية القصة ككل. طيب كحكم قاضي الحين تعادل انتهى الموضوع تعادل كحكم قاضي أوكي. الحين نجي كحكم عاطفي. الحكم العاطفي أنا أرى إبراهيم كان مقنع كمحامي أكثر من ماجد. ليش؟ لأن إبراهيم دافع عن فيريتيل أكثر مما هاجم بلاك ليفر. ماجد هاجم فيريتيل في نقاط مغلوطة كثيرة. مبدأ أول شيء إن البطل بدأ من الصفر. لا حبيبي البطل بدأ بسيف يقطع كل أنواع السحر يا حبيبي. قضى على واحد لص من مجلس السحر أو من فوسان السحر من أول حلقة. كيف تقولي إن ما حبيبي نفس ناتسو نفس ناتسو قضى عليه من البداية. قضى على واحد من فوسان السحر بهالسيف اللي كان عنده. فصراحة أنا المنتصر في القضية هذه وأكون معكم صريح هو فيري تيل كأنمي سحر. الاثنين فيهم اقتباسات
أجاد فيريتيل في الاقتباس، لكن إبراهيم قال النقطة الأهم بالنسبة لي التنوع في جميع النواحي، من ناحية الإخراج، الميوزك، القصة، التحريك، الرسم، الكوميديا، التراجيديا، كلها عجينة، عجينة أنمي. إحنا ما تكلم عن أفضل قصة، تكلم عن عجينة أنمي فيريتيل متفوق. في نقاط كثيرة من اللي أنا قلتها بلاك كلاوة يكسر وجه فيريتيل في بعض النقاط الثمانية هذه، لكن فيريتيل وزنها كلها. بلاك كلاوة يتعرض الآن لجريمة بشعة من التنتيف، وهذا مشكلة الكاتب واللي اختار استوديو بيرت. إبراهيم ما قال لحق تعال هنا وبلاك كلاوة هنا، وماجد ما قال حق فيريتيل هنا وبلاك كلاوة تعال هنا. أنا من وجهة نظري الانتصار لفيري تيل للمحامي إبراهيم. كقاضي أنا امتنعت عن التصويت عن النقاط، لأن أنا خصمت على ماجد واجد بسبب أخطائه في نطق أسماء السحر، في نطق أسماء الشخصيات. هذا كقاضي، لكن كأوتاكو من حقه طالما نعرف وش يتكلم عنه. فالحين خليت الكوف ملعبكم، أنا نعشت لأني أحب الاثنين صراحة، فخليت الكوف ملعبكم بنطق. تصويت عندكم فوق، لكن التصويت عندكم فوق. أنقذوني. إيش الأفضل بالنسبة لك كسحر، وإيش المحامي الأفضل بالنسبة لك كان في هذه الحلقة؟ اثنين هم يعني يا أخي بس كتكليشات قتلتني والله. عادي قتلتني ولا أحط عليك. أنت أسبوع اللي طاف ذنبت شرينك قلت بجاكسون ومشيناها لك أسد القاضي. ما حطيت عليه فيها اكس؟ لا والله مش قلت لك ولا قطعتك حتى. انا ما قطعتك والله ولا ما حتى اللي قاطع مسكتك قلت لك قاطع. بس والله ان انت يوم اقول له طقه كذا ما اجي اتكلم اقول له لا تقاطع غلط خليه يكمل، احنا عارفين وش يتكلم عنه عشان لا تخترب. والله ترى في يمكن ثلاثة او اربع نقاط بعد انا سكت ما صقعتها اوبجكشن لاني ماسكه انا، لان لو صقك اوبجكشن يقول اسم البطل غلط كان قتلك واقول له اسكت خله، لان لو وقفك بتخترب معلوماتك. هاي داي يوم ناتسو واستا قراب من بعض هذول اللي يخبط. لو جت على ناتسو واستا كان زين، قلت كثير ترى بس والله ناتسو صراحة أنا أهب من الحكم في القضية هذه، أحس أنا فقدت لياقة ولا شيء سبب الله ما يباب. فاتك الكوف بلعبكم. في الختام قولوا معانا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. لا تنسوا الاشتراك في القناة، زر اللايك والشير، ونشوفكم على خير.